السلام عليكم يا اخوان الاخوات. بزاف ديال الاسئله تيجيو على حسب التصميم ديال البقع. كاين دابا البقع الطويل طوال وكاين البقع المربعين. فبطبيعه الحال التصميم ديال البقع المربعين تيكون شويه سهل، ولكن بالنسبه للبقع الطوال تيكون فيهم مشكل. حنا اخترنا لكم تقريبا البقعه الطويله 72 متر فيها 6 على 12، هي الكثيره هنايا في تمن صورت للاسف الشديد. بطبيعه الحال غادي نوري لكم احسن تصميم اللي بان لي انا اللي لقيت. الا شي واحد عنده شي تصميم اخر ولا شي حاجه ممكن يقترحوه. وبالنسبه ل 80 كاريه نوري لكم تصميم ديال الانسان اللي على حسب عرفتي الاسره المغربيه، عزيز عليها الصالون كبير، عزيز عليها كذا. المهم نعطيكم جوج ديال التصاميم بالنسبه ل 80 كاريه مربعه وبالنسبه ل 72 طويله. ففي هذا المجسمين اختارينا لكم 72 كيف قلت لكم متر كاري اللي هي 6 على 12 و 80 متر كاري اللي هي 8 على 10. فإذا خدينا كمثال هاد 6 على 12 اللي هي في الاغلبيه اللي موجوده هنا في تمنصورت، فغادي نعطيكم احسن تصميم بالنسبه لها باش الناس على حسب الانسان. لانه ضروري نعطيكم بعض المعلومات على حسب التقسيم ديال لي زيطاج، لانه ضروري كل ايطاج ديروا ليه الباب ديالها بوحدها. لانه دابا الا ما درتوش ليه الباب ديالها بوحدها غادي تولي غادي يكون عندكم مشكل في البيع. الاغلبيه ديال اللي تيبغيو يشريو تيجيو تيشوفوا الديور خصهم يلقاو كل ايطاج عندها الباب ديال الفصيل. الا لقاو مثلا كلشي محلول اغلبيه ما تيبغيوش، اغلبيه ما تيبغيوش. هذا هي التجربه ديالي انا على حسب اللي سميتو. لهذا بالنسبه ل 72 تيكون فيها مشكل كبير، لان بزاف ديال الناس يبغيو يبيعوا تيلقاو تيجيو الناس يلقاو بان التصميم بانه ماشي هو هذاك. نعطيكم احسن تصميم بالنسبه ل 72 متر كاري. فبالنسبه ل 6 على 12 هذا هو التقسيم ديالها. انا درت لكم اختاريت لكم فرصه واحده لان هي فين تيكون المشكل. اغلبيه ديال الناس ما تيلقاوش كيفاش يقسموا 6 على 12. بالنسبه لبزاف ديال الناس يلقاو مشكل خاصه الا قلبوا الدروج. غادي نوري لكم الدروج كيفاش غادي يكونوا، الدخله كيفاش غادي تكون، والتقسيم ولا كور، لان راه هذا هو التقسيم. ما عندكش شي تقسيم اخر، الا درت شي تقسيم اخر ما غاديش يعطيك. الا بغيتي تزيد شويه مثلا وتخربق، هي الا مشيتي درتي مثلا سديتي لاكور وهداك الشيء، ولا سديتي لاكور ما غاديش تقدر تسجل وتحفظ الحيوط. لهذا 72 هنا هذا هو التقسيم ديالها. بطبيعه الحال بريمير ايطاج والدوزيام، لان ريد شوسي غالبا تيديروه خاوي ولا تيديروا فيه كراج ولا اسمو. هنا غادي نختارينا البريمير والدوزيام لان فيهم داك الخروج تيعاون شويه بعدا على حسب داك البيت اللي غادي يجي في سميت. هذا التقسيم انا درت لكم الحيوط ديالهم، بعد غادي نعطيكم كل حاجه كيفاش غادي تكون. فكيف قلت لكم 72 متر هذه هي الدخله ديالها. كاينه الاولى كي تدخل كتلقى لا كور، ثم ليسكالي داك الكاج ديسكالي. ليسكالي هو داك البديه ديالو، هي البديه ديال داك الفلاش، هي البديه ديالو. عندك تقلب الدروج، لا قلبتي الدروج راه ما يعطيوكش، واش فهمنا؟ ثم تدخل كي تدخل كتلقى كي قلت لكم لا كور، ثم تتبعها الدروج، ثم تدخل مع الدار تتلقى على اليسار ديالك السال دو بان، اون فاس واحد لا شومبر، وديك لا شومبر تطلع على لاكور. ديك لاكور ديك الضوايه اللي تعطيونا للاسف الشديد ما عندنا، ما عرفتش والله ما نعرف هاد الناس ما شاء الله. صافي هي ضروريه، ولكن راه تيكبروها تيديروا فيها تقريبا خاويه 82 على 82، يعني تقريبا 3 على 3 قاسها بزاف بالنسبه لاسمو. ما علينا، بالنسبه لا شومبر اون فاس و ادروات كي تدور ادروات، كي تدور كي قلت لكم ادروات تلقى لا كويزين، ثم من بعد منها السيجور واحد الكليسه اللي هي سيجور ما بيهاش حتى هي، ثم تدير واحد لا شومبر تما. كاين هذا هو التقسيم اللي عندك، ما عندكش شي تقسيم نهائيا من غير هذا. ممكن ديك الساعه انت تقند شي بلاكارات مثلا، لو بغيتي دير لي بلاكار بحال مثلا هنا على حسب لي فليش. كاينين عندك ثلاثه البلايص من ممكن دير بلاكار في البلاصه الاولى في لا شومبر، اولا في ديك الدخله، اولا في لا كويزين. هادو هما البلايص اللي يقدر يعطيك فيهم لي بلاكار، مقنتين شويه ويقدر يعطوك لي بلاكار. تقدر دير فيهم دي بتي بلاكار بحال هكا فين جمع مثلا سواء الحوايج سواء المواعن سواء اللي خصك سواء التلفازه سواء اللي كان. ومن بعد راه التقسيم ممكن ديك الساعه نتايا تختار، ممكن مثلا لا كويزين تبدلها ديرها شي بلاصه اخرى، ودير هذيك بلاصه لا كويزين بتي شومبر ديال لي زونفون. ممكن ما كل واحد غير هو بالنسبه لا كويزين ضروري يكون عندها شراج من لاكور ولا لبرا على حسب الطياب باش ما يخرجش الطياب لبرا. ضروري هذه راه مساله اش خلى هذاك مفروغ منها، ضروري ما خصك الشراجم ديالو خصهم يكونوا تيشوفوا يا اما لا كور يا اما لا سمو. وبطبيعه الحال سال دو بان راه خصها تيكون طالع لها هذيك النفاسه هذيك، ضروري تكون هابطه من التحت حتى الفوق حتى السطح مع الكاج ديسكالي، كتطلع كتدخل في الكاج ديسكالي الفوقاني وكتخرج لبرا. فهذا هو جدي عليكم الاخوان زعما بالنسبه ل 6 على 12 راه احسن بلان بان لي انايا لحد الان هو هذا، لان ضروري ما خصك دير هذا البلان هذا، سينو راه غادي تخرج في شي حوايج ماشي ما غاديش يعطيك التقسيم. ما انت تهضر بطبيعه الحال اللي عنده فاصد وحده، هما اللي عنده دو فاصد راه عطى الله ما فاش يلعب.
فهمتيني، ممكن لا كور يزيد شويه في لا كويزين، يزيد شويه في فاسميتو في لا شامبر، ممكن مثلا يولي عنده الخروج مثلا في واحد البلاصه، يتزاد عنده في السيجور، يتزاد عنده في لا كويزين، عطى الله ما يلعب ديك الساعه فاش تكون عندك دو فاصاد، عطى الله فاش تلعب. الحين دابا انا درت لكم القضيه فين كيكون المشكل، وبزاف بزاف الناس يكون عندهم هذا المشكل، هو ضروري خصك دير الباب ديال الفصيل، فكل ابارتمون ضروري خصك تخلي لها الباب ديال الفصيل ديالها اوبليجي تكون مسدوده، كتدخل كتلقى ديك قاع الدار لا شومبر لا كويزين بتي سيجور تا هو بين حتى نقول لها البيت قوليتات الماكله بالنسبه للماكله بالنسبه لا شومبر، فما يمكنش لك دير مثلا صالون وهداك الشيء ما يمكنش، تتقول لي القضيه صعيبه شي شويه. دابا نشوفوا 80 كاريه، بالنسبه ل 80 كاريه عطا الله فاش تلعب، انا اختاريت لكم هنايا هذا العبار هذا اللي هو تقريبا في لا بروفوندور 10 وفي لا لارجور 8، عاد زيد على هذاك شويه ديال الخروج اللي كيعطيوك هذاك، راه غادي نحاول نعطيكم ما امكن التقسيم ديال هاد القضيه باش نعطيك هنا كاين فين تلعب، عطا الله فاش تلعب غنعطيكم لا ميور بروبوزيسيون اللي بانت ليا، حتى هما الدروجه ضروري خصك تبداهم من انوريكم كيف. فهنا اختاريت لكم اللي عندها دو فاصاد، فاصاد من القدام وفاصاد اللور، هي اللي عندي نيت انايا، ونوريكم البلون ديالها. بالنسبه للدخله راه كاينه لاكور ديما هذيك لاكور ما شاء الله وصافي، الانسان اللي يقدر يحيدها راه ما عرفش والله العظيم ما عرفش هاد الناس علاش يديروا ديك لاكور، هي ولات اوبليجي لان تيحط فيها الانسان الموتور وهداك الشيء. ثم من بعد تلقى الدروج ومن بعد تلقى الباب ديال الفصيل، الباب ديال الفصيل راه هو كيف تشوفوا في الصوره، الباب ديال الفصيل هو هذاك الدخله، كي تدخل تلقى هذيك الاسباس قدامك، على اليسار ديالك تلقى الصالون، ثم اون فا سال دو بان، ثم على اليمين لا كويزين، ثم لا شومبر، ثم لا شومبر الاخرى وسال دو بان قدامك. المهم هذا هو التقسيم، صالون تعطيك صالون كبير، دو شومبر زوينين ولا كويزين تاهي زوينه. غير هو راه كي قلت لكم عندكم تقلبوا الدروج، لا قلبتوا الدروج راه ما غاديش تعطيكم، ضروري خص تبداو الدروج من لوفون، لوفون هكا ادرو اكوش تبداوهم، هما مقابلين مع الباب ديال الفصيل. هذا هو بالنسبه لسميتو، غادي نعطيكم ثاني في حاله ما عندكم فرصاده واحده، لان الا كانت فرصاده واحده هي فين تيكون المشكل، اما الا كانوا دو فاصاد عطى الله فاش تخدم. فبالنسبه لفاصاد وحده انتم هذا هو البلان ديالها، كاينه لاكور ضروري ما تكون لاكور تقريبا فيها خاويه 82 على 82 خاويه، اما انا اختاريتها في هذه الحاله هذه ادروات، ولانها ممكن تكون عندكم مثلا اغوش، الا كانت اغوش غادي يكون الباب ادروات، غادي يكون مقلوب هذا البلون هذا. فاذا شفتوا دابا كي تدخل تلقى لا كور ثم تلقى ليسكالي، انا نقول لكم قضيه ليسكالي ضروري ما خصكم تبداوهم من هذه البلاصه هذه اللي نعد لكم، كيف تيبان لكم دابا انتم شفتوا ضروري تبداوهم من هنا في هذه البلاصه فين كاينه لا فليش حمراء، ثم تيجيبوا الدور، علاش؟ باش يعطيكم ليسباس باش تمشيو بهذاك الحيط باش تعطيو في هذاك لا شومبر، لا بتيت شومبر اللي عطاتكم، ممكن هذيك لا بتيت شومبر مثلا ممكن تنقصوا هاد لا شومبر هادي وديروا بلاكار من مورا بين هاد لا شومبر هادي، ودير وتصغر هاد لا شومبر وتزيد، ولكن هذيك لا شومبر تتكون وحده صغيره للدراري وحده كبيره بور لي بارون، وهذا لو صالون باش يعطيك الصالون، ماشي باش انا تنصغر هذيك ديك لا شومبر. فكي تدخل تتلقى لا كويزين اون فاس، وتتلقى اغوش تتلقى سال دو بان، ثم تتلقى الصالون، الصالون راه ضروري ما خصو يطلع على لاكور هو ولا كويزين، وبطبيعه الحال لا شومبر ولا دو شومبر خصهم ضروري يكون عندهم شراج باش يكونوا يتهواو، دونك لا كويزين خصها ضروري ما تطل في لاكور، هذه راه ضروري مازال سال دو بان، لان ممكن دير لها النفاسه ماشي مشكل، وممكن تحل لها واحد الشريجيم للدروج باش تنفس، الشريجيم مثلا يكون هي صغيور، ولا دير لها النفاسه مثلا كطلع داك المربع اللي كيطلع. فانا كيف قلت لكم دابا حاول نقسم لكم، هذا هو احسن بلون اللي شفت انا هنا تفشت بالنسبه لهذاك لا شومبر، غادي يقول لي شي واحد لا صغرتي بزاف لا شومبر وكبرتي ديك لا شومبر الاخرى، هذيك لا شومبر اون جينيرال ديك الصغيره تتكون لي زونفون الدراري، فهادشي علاش تنصغروها وتنديرو فيها مثلا على حساب ناموسيه او جوج ناموسيات جوج وليدات راه غادي تقدهم، واش فهمتيني، جوج ناموسيات بواحد البيرو صغير راه غادي تقدهم، الا الانسان مثلا بغى يكبرهم ولا شي حاجه ممكن يخلي لا شومبر الكبيره يخليها للدراري مثلا اللي عنده ثلاثه الدراري، وياخذ هو ديك لا شومبر الصغيره هو ولا لان اون جينيرال تيكون غير بالنسبه للنعاس وسميتو عليه، لهذا باش وريني الا بديت مثلا تكبرها ممكن تنقص من لا شومبر الاخرى، ممكن تنقص من لا شومبر الكبيره وتزيد في الصغيره ودير واحد بلاكار تما كاين. المهم هذا راه احسن بلون بان ليا، لان ضروري ما خصك تدير في حاله ما عطاوك الخروج مثلا تخرج ديك لا بتيت شومبر تاهي تزيدها في يكون عندك خارجه للزنقه، راه مزيان غادي تكون عندك واحد المتر وزايد، ولاني الا ما كانش راه اوبليجي، هذا هو القياس اللي خاصك دير. هذيك اللي درت لك درت بلاكار في لا كويزين، المهم هذا هو لو بلون اللي قبل ليا بالنسبه للناس اللي عندهم فرصاده واحده في 80 متر. واش نقول لكم اخوتي، لان دابا بالنسبه للفرصاده واحده راه فيها مشاكل كثير، فاش يديروا لا كور واسمو تيقولوا عندك اوبليجي باش انك خصك تلقى شي حل وصافي، لان الا ما لقيتيش الحل ما كاين اللي هاد لا شومبر الكبيره يرجعها مثلا، نقدر يرجعها مثلا هي لو صالون
ويرجع مثلا ديك لا شومبر يقدر يرجع مثلا هي لا كويزين، ديك لا كرون شومبر يرجعها صالون، وديك لا بتيت شومبر يرجعها هي لا كويزين، ولا كويزين تولي شومبر ولو صالون يولي شومبر. حتى هذا راه كاين هذا الاقتراح هذا، ولاني على حسب لا كويزين الاغلبيه ديال العائله تيبغيها تكون كبيره عرفتي، فيها الثلاجه فيها ماكينه الصابون فيها، فهمتي؟ داكشي علاش الانسان راه ولات لا كويزين دابا ما بقاش ديك لا كويزين اللي خصها تكون صغيره وهداكشي. والاغلبيه دابا غنقول لكم واحد القضيه ولاو تيديروها، هي انهم تيخرجوا واحد البالكون من لا كويزين، واش فهمتي؟ تيخرجوا واحد البالكون من لا كويزين تيبني حتى تيشد مثلا تيقاد اسميتو عليه وتيقاد دير، واخا يديروه مثلا من الحديد فهمتي، يقدر يديرو مثلا من الحديد ولا من العود، تيديروا في لاكور واحد البالكون تقدر تكون فيه 80 سنتيم ولا متر ولا متر و20، تياكل شويه من لاكور تيديروا مثلا هي بالحديد، ولا يقدروا يديروا بالسيما ولا البيطون. شوف هو ديك الساعه شنو اللي بان، يعني من بعد ما تيسجل الحيط تيدير هذاك الكاسبي تيخرج منه، تيخرج من لاكويزين مثلا ماكينه الصابون، يقدر يخرج الثلاجه، يقدر خاصه الا غطى لاكور مثلا دار لها شي غطا مثلا اللي ما تيخليش اسميتو تيقتصدها، تيولي يقتصد هذيك لاكور تيستغلها وتتعطيه شويه بعدا العبار. المهم هذا بالنسبه لي انا لو بلون اللي بان ليا، وبالنسبه للاخوان ممكن ديك الساعه هذا دابا هادو سو سون دي بلون ا نيغوسي مع مرا تنيغوسيهم، غادي تنيغوسيهم مع لو سميتو الارشيتكت ديالك، نيغوسي تقول له ودي واش ممكن نديرو كذا، واش ممكن كاقتراحات وصافي. ما هو راه الارشيتكت راه غادي يعطيك واحد 20 ولا 30 اقتراح ديك الساعه انت غادي تقطع. غير هو انت مثلا بالنسبه انا بالنسبه للامور اللي هي عمليه راه هادشي اللي كاين، تحاول ما امكن انك تدير. هنايا شنو اللي درت لكم هنا باش الا كنتو درت لكم التهويه ديال الصالون، الصالون يكون مهوي، ودرت لكم لا كويزين تكون مهويه، ودرت لكم لي دو شومبر يكونوا مهويين، تيشوفوا عندهم شي راجم لان ضروري خصهم يتنفسوا هادو. عاد صال دو بان، صال دو بان علاش كاين اللي تيبغيها مثلا حدا لاكور ولا سميتو، لان راه ماشي عمليه. لا صال دو بان خصها تكون غير واخا الا كانت مطرفه، ولا انت دير هذيك النفاسه وكتطلع الريحه مثلا تخرجها للفوق فوق الدار. هذا ما كان. يلا شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم.